السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي الأعزاء، أتمنى لكم جميعا في خير. درسنا اليوم سينصب على دراسة موضوع جد مهم للغاية، وما أحوجنا إليه في هذه الفترة الزمنية تحت عنوان في مادة الطبيعة الحالة التربية على المواطنة: المغرب، حوار الأديان والسلم العالمي. أبنائي الأعزاء، كالعادة نحدد أهداف هذه الحصة. الهدف الأول أن يكتشف المتعلمون طبعا حال أنتم دور المغرب في تدعيم التقارب والحوار بين الأديان أو مختلف الديانات، خصوصا الديانات السماوية. ثم الهدف الثاني رصد ومراقبة مواقف ومساهمة المغرب لنشر الأمن والسلم في العالم. بطبيعة الحال أبنائي الأعزاء، نمر إلى نشاط تعلمي الأول بطبيعة الحال من خلال وثيقة رقم 1، نص قرآني. الآن أبنائي الأعزاء، سوف نحاول إبراز أهم القواعد والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها درسنا اليوم، ألا وهو حوار الأديان والسلم العالمي ودور المغرب في هذا الحوار وفي هذا السن، من خلال ما نصت عليه بعض النصوص القرآنية. نقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. سورة العنكبوت الآية رقم 46. إذا نلاحظ بالنسبة لي هذه الآية القرآنية تنص على ألا نجادل. ما معنى نجادل؟ نجادل نناقش ونفاوض. إذا ضرورة مناقشة ومفاوضة من؟ أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتب الثلاثة، أهل الديانات السماوية الثلاثة: اليهودية والمسيحية وبطبيعة الحال الإسلام. أهل الكتاب، عندما نقول الرسالات السماوية، بطبيعة الحال اليهودية والمسيحية ثم الإسلام بطبيعة الحال. لاحظوا: إلا بالتي هي أحسن، نوع من الرفق في التعامل في الحوار واللين كذلك في هذا التفاوض مع أهل الديانات السماوية. إلا بالتي هي أحسن، لاحظوا النصيحة التي نستنتجها من هذه الآية الكريمة. إلا، لاحظوا الاستثناء، إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم، بمعنى بعض الأحيان هناك نوع من التعدي على الآخر من طرف بعض أهل الديانات، ورغم أنها فئة قليلة لابد أن ندافع عن أنفسنا في حالة التعدي أو في حالة عدم المعاملة بالمثل. وقولوا آمنا، لاحظوا الإيمان، الإيمان بالرسالة السماوية، ألا وهي نؤمن بالذي أنزل إلينا أي القرآن الكريم، وأنزل إليكم أي التوراة والإنجيل بالنسبة للمسيحية، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، بمعنى عبادة الله الواحد الأحد. هذا أو هذه الآية القرآنية نستنتج منها الليونة في التعامل، الليونة في النقاش، الليونة في الجدال والتفاوض مع أهل الديانات السماوية.
من اجل ماذا؟ طبعا الحال من اجل نشر روح الموده والمحبه والسن بين الديانات السماويه. نرى او ننتقل الى مبدا وقاعده ثانيه من خلال وثيقه الخجوج، نص دستوري مقتطف من دستور 2011 اي دستور المملكه المغربيه سنه 2011 الفصل الثالث. ماذا يقول الفصل الثالث؟ الاسلام دين الدوله، بمعنى ان المغرب او الدوله المغربيه تبنت الاسلام كدين رسمي للبلاد. اذن الاسلام دين الدوله المغربيه، ولكن لم يقف هذا الفصل عند هذا الحال. والدوله المتمثله في القانون المغربي اصلا تضمن لكل واحد، هناك طبعا الحال بعض الطوائف اليهوديه المتواجده في المغرب وهم اصلا مغاربه ابا عن جد يقصدون بالمغرب، وهناك اجانب كذلك يقيمون في المغرب. طبعا الحال لكل واحد حريه ممارسه شؤونه الدينيه. الاسلام دين الدوله، والدوله تضمن لكل واحد حرية مزاولة أو ممارسة شؤونه الدينية. وبطبيعة الحال أبنائي الأعزاء، لا غرابة في أن نجد في المغرب مثلا هناك المساجد المخصصة للمسلمين طبعا لأداء شعائر دينية، هناك الكنائس الأديرة إلى غير ذلك لممارسة الشعائر الدينية بالنسبة للطوائف الأخرى غير الإسلامية. إذن نستنتج من هذا الفصل روح المودة والمحبة بين الديانات الأخرى أو الديانات الثلاث، والقانون المغربي يؤكد على ذلك من خلال هذه الحرية الدينية. ننتقل إلى نقطة أخرى وإلى وثيقة ثالثة، خطاطة توضيحية. بالنسبة لأبنائي، حوار الأديان، ماذا نقصد بالحوار؟ هو تلك اللقاءات التواصلية والمفاوضات التي تكون بين أهل الديانات السماوية، بمعنى أن هذا الحوار، لاحظوا الخطاطة، شروط ومبادئ يقوم عليها حوار الأديان. إذا من بين الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا الحوار بين الأديان الإيمان القوي بمبادئ الدين وأهدافه. بطبيعة الحال كل شخص بطبيعة الحال على اختلاف الطوائف الدينية وعلى اختلاف الديانات السماوية، الكل مثلا المسلم مقتنع بمبادئ دينه الإسلام وأهدافه، كذلك المسيحيون لهم مبادئهم ودينهم وأهداف هذا الدين، وكذلك بالنسبة للطوائف اليهودية. إذا عندما نكون مؤمنين بديننا كما حددنا من خلال مثلا الآية سورة العنكبوت الآية 46، أكدنا بأن الإسلام يدعو إلى الحوار الجاد، الحوار اللين اللبق بالتي هي أحسن مع أهل الديانات الأخرى. الدعوة إلى الله كما حددنا سلفا والموعظة الحسنة، لا يجب أن ندعو إلى الله عبر التعصب، عبر الدعوة إلى الكراهية، إلى غير ذلك. إذن هنا الموعظة الحسنة أي النصح بالتي هي أحسن. العلم الواسع والإحاطة بقضايا الدين والدنيا. أبنائي الأعزاء، اليوم للأسف نرى أن الكثير من الأفراد يخوضون في أمور دينية، ولكن للأسف هم في الغالب لا يفقهون شيئا في الأمور الدينية، وبالتالي ليست لهم دراية واسعة بشؤون أو بالقضايا الدينية والدنيوية، وبالتالي لابد من نبذ أي رفض، هنا رفض العنف بشتى أنواعه والتعصب، وعندما نقول التعصب خصوصا التعصب الديني. إذا لكي نحقق الحوار الجاد والهادف بين أهل الديانة السماوية من أجل نشر روح المودة والأخوة والمحبة والسن، لابد أن يكون هناك رفض كامل وتام للتعصب الديني وللعصبية
وكذلك الكراهية. وللأسف في غالب الأحيان، في بعض الأحيان نجد هذا منتشرا في بعض مناطق العالم. الشرط الثالث، الحرية والاستقلال في التفكير بعيدا عن الضغوط، بمعنى أن الإنسان يجب أن يتخلى عن الضغوط الممارسة على المستوى السياسي أو على المستوى المذهبي. بعض المذاهب للأسف لا على المستوى الإسلامي ولا على المستوى المسيحي أو حتى اليهودي، لابد أن يكون الإنسان حرا في فكره، وبالتالي يبتعد كل البعد عن تلك الضغوط السياسية التي قد تؤدي بنا إلى ما لا تحمد عقبة في إطار الصراعات الدينية أو الصراعات الطائفية، كما نرى على شاشة التلفاز مثلا الصراعات الطائفية حتى بين المذاهب الإسلامية للأسف. ثم اعتماد العقل، إذن الاعتماد على العقل والبرهنة، أي الأدلة، ومحاولة إقناع الآخر بالأدلة القطعية وبالتي كما أوصل الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. ضمني أبنائي الأعزاء، يجب إقناع الآخر بالحجج والأدلة الدالغة والأسلوب اللبق المقنع البعيد عن كل تعصب وعن كل كراهية. ننتقل إلى الشرط الأخير في إنجاح وتحقيق الحوار بين الأديان، الرغبة في الوصول إلى الحق والاعتراف به. طبعا الحال ضمنيا مرتبط بالشرط الثالث، ولكن لاحظوا هنا الدعوة إلى نقطة التلاقي والتعايش. إذن البحث عن نقط التلاقي أو الالتقاء والابتعاد عن نقط الاختلاف. قد نختلف ولا نلتقي، وبالتالي كلما ابتعدنا عن نقط الاختلاف وابتعدنا عن الخوض فيها ومناقشتها لأننا حتما سوف لن نصل إلى نتيجة واضحة، بالتالي من الأفضل أن نبتعد عن نقط الاختلاف ونحاول التركيز على نقط الالتقاء بين أهل الديانات السماوية من أجل إنجاح هذا الحوار، أي حوار الأديان، ومن أجل نصر روح المحبة والأخوة والمودة، وبالتالي ضمن تحقيق السلم بين أهل الديانة السماوية وتحقيق السلم حتى عبر العالم. ننتقل إلى نقطة أخرى، ومن خلال وثيقة رقم 4 توضيحية فقط، لأننا عندما نقول الحوار بين الأديان حددنا سابقا بأن الحوار هو تلك اللقاءات التواصلية الجادة والهادفة بين أهل الديانات السماوية. فهذه اللقاءات التواصلية والحوارية تتخذ عدة أشكال. هناك حوارات فردية تتم بين أفراد مباشرة، تتم بين علماء مثلا ومتخصصين أهل التخصص أو الاختصاص في ديانات مختلفة، تتدارس قضايا عقائدية أي دينية وإنسانية، لمنا، وبالتالي تكون هذه اللقاءات فردية ليست جماعية. هناك حوارات جماعية أي عبر الجماعة، وتتم عن طريق المؤتمرات الدولية أو ما يعرف بالمحافل الدولية والندوات، وفي الملتقيات تحت إشراف مثلا وتنظيم حكومات، دول تنظم هذه المؤتمرات وحكومات، مثلا الحوار بين حوار حضارات، حوار الأديان إلى غير ذلك، أو جمعيات أو منظمات ترعى موضوع حوار أي تهتم بحوار الأديان. ثم أخيرا حوارات بالمراسلة، مثلا اليوم نستغل ما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن نستغلها في شقها الإيجابي وليس في شقها السلبي، ونفتح حوارات جادة عن طريق تبادل الرسائل مثلا بين علماء متخصصين كما حددنا في الحوارات الفردية، وحتى بين أشخاص عاديين لما لا لهم دراية ببعض الأمور الدينية ومتخصصين في ديانات مختلفة. إذن أبنائي،
نكون قد انهينا الحصه الاولى من هذا الدرس، واجدد اللقاء بكم ان شاء الله في الحصه المقبله، والسلام عليكم.